قلت لكم ان انا ممكن اخد البروتين بتاعي من حاجه تانية غير اللحم والفراخ، عايزه اقول لكم الطبق اللي انا هعمله ده اللي هي السلطه، ممكن جدا جدا ان اعتبرها وصفه اساسيه و مش جنبها حاجه. ليه؟ لان الحمص يا جماعه غني جدا جدا، اولا بعناصر فيتامينات رهيبه، فيتامين سي وحاجات تانية كتير، غير ان هو بروتين بس نباتي، تمام. فالوصفه دي بقى انا عاملاها جنب الطاجن الخضار، بمناسبه ان ايه يعني الواحد يعمل اكل صحي بس ما يعتمدش على الفراخ واللحمه. تعالوا اقول لكم قد ايه السلطه دي حلوه جدا وطعمها حلو جدا وغنيه ومميزه. ليه بقى؟ عشان انا هعمل حمص، سلطه حمص عاديه جدا بس بالاعشاب. هحط ايه؟ هحط كوبايتين حمص مسلوقين، كزبره مفرومه، بقدونس، شبت، ثوم، ملح وفلفل اسود، خل، عصير ليمون، وزيت زيتون، وطبعا نعناع. تاني، كوبايتين حمص مسلوقين، كزبره مفرومه، بقدونس مفروم، شبت مفروم، ثوم مفروم، ملح وفلفل اسود، خل، عصير ليمون، وزيت زيتون، وورق نعناع. في الكبه بتاعتي طبعا الحمص عادي بسلقه سلقه عادي جدا جدا، حطي له اللي انت عايزاه، مفيش اي مشكله في سلق الحمص، صح؟ بسيط. هاخد الحمص بتاعي واحط عليه كل حاجه عندي، فهيبقى لونه ايه؟ مش حمص عادي، هيبقى ملون، لونه اخضر وجميل اهو. من الحاجات الجميله جدا للناس اللي بتعمل دايت اهي، خضرتي بقى، خضرتي، وهيبقى سبريد. واللي عايزه اقول لكم السلطات دي بتبقى حلوه جدا للناس بعد الجيم، بتبقى هايله. اهي ادي الليمون وادي الثوم، تعالوا نضرب، يلا بينا. طب قبل ما نضرب نقول الو يا حبيبتي، ازيك؟ عامله ايه؟ وحشاني خالص. وحشاني جدا، ايه اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله. انت كويسه؟ انا الحمد لله، كل سنه وانت طيبه. كنت طيبه يا حبيبه قلبي. ربك. يوسف عمل ايه؟ منيني؟ نعم، يوسف عمل ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله، نشكر ربنا. كنت بدعي له حبيبتي. انا عارفه، ربنا يخليكي، انا عارفه، تسلمي لي. صحتك عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه وصحتك عامله ايه؟ انا والله كويسه قوي قوي. عملتي عاشوره ولا لسه؟ لسه هنعملها دلوقتي. ماشي، اعمليها على طريقتي. طبعا. وبعتي لي طبق. طبعا. يا لهوي، ده انا جايبها لك لحد عندي. يخليكي ليا يا حبيبتي، يخليكي ليا. انت عامله ايه؟ الحمد لله والله في نعمه كبيره عشان بسمع صوتك. يا رب يخليكي حبيبه قلبي. بس بطلب من المشاهدين واللي بيسمعوكي كلهم يدعوا لابن سهى يخرج من الحضانه بخير وسلامه. ابن مين؟ ابن سهى، بنت بنتي اللي كانت اتجوزت، وقلت لكم سهى اتجوزت. يا حبيبتي. ايوه يا حبيبتي. من كام يوم والواد في الحضانه بقاله فتره يعني. ربنا يخرج لها بالف سلامه يا رب. بالله ربنا يخرج. ربنا يخرج. والمشاهدين واللي عندك كلهم يدعوا لها. امين يا حبيبتي، امين. ربنا يخرجه لها يا رب بالف سلامه. يا رب يا حبيبه قلبي، وتسعدك وتفرحي بيوسف يا رب. حبيبتي، ويطمنكم على سهى وابنها يا رب. يا رب يخليكي يا حبيبه قلبي. تبقي طمنيني. حاضر، من عناية طبعا حبيبتي، مع الف سلامة حبيبتي. تعالوا بقى نضرب، شوف اللون بقى. تعالوا نحط ايه، شوية زيت زيتون عادي، احنا محتاجين معلقه زيت زيتون في طبق السلطه ده لازم. نعم. ايه داير داير. تعالوا بقى نرش ايه، شويه ملح لما هي مشت كده، وشوية فلفل اسود عشان مخرجنا مش بيحبه اهو. وطبعا شوية خل عشان نطعم الموضوع. يلا بينا نضرب اخر ضربة.
بس كده. اه ايوه طبعا. لا لا بس يعني اعرفه. عادي يعني. يا كرمينة. الو. ازيك؟ ازيك يا سيف، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه، اخبارك؟ كويسه الحمد لله، انا بحبك قوي يا حبيبتي من القلب للقلب. انت اول مره تكلميني. انا اول مره اكلمك، كنت بسمعك من زمان يا حبيبتي. نورتيني. فايتني كتير ان انا ما سمعت صوتك من زمان على فكره. شكرا، ربنا يخليكي. كتير. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. وكل بيتك. ممكن قولي، ممكن اختي تكلمك؟ طبعا. يا سلام. هي اسمها مريم. اهلا بيك يا مريم. الو. الو، ازيك يا مريومة؟ ازيك يا سيف، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه، اخبارك؟ تمام الحمد لله، بحبك قوي قوي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. انا كمان بحبك قوي من القلب للقلب، وربنا يعلم. كل سنه وانت وحضرتك طيبه، احنا بنتابعك على طول يا حبيبتي. ده انتوا منورني ومكترني. بتكلموني منين؟ من الفيوم. اهلا بيكوا على فكره، والفيوم قريبه جدا. هو ممكن تعرفيني طريقه كيكه الهوهوز؟ كيكه الهوهوز؟ عيوني نعملها كيكه الهوهوز بس كده. انت تأمري. تسلمي لي، دي سهله جدا. حاضر هعملها لك. نورتيني يا حبيبتي، انت وكرمينة. بنورك يا سيف، اسمع صوتكم على طول. باي يا حبيبتي. اخر ضربه. بس كده خلاص. تعالوا بقى نحطها. عايزه اقول لكم تحفه، ريحتها بالتوابل كده تجنن، والبهارات ريحتها بالبهارات. ايه بالخضره، عايزه اقول الكلمه رايحه مني. تعالى بقى نقدمها. اهي، عايزه اقول لكم مفيش فيها حاجه تبوظ لو عملتها واخدتها معايا الشغل. مضمونه جدا، تعتبر سناكس حلو قوي، وتعتبر وجبه زي ما قلت لكم لحد ما نروح البيت. وطبعا انزل بايه، بشويه زيت زيتون حلوين كده عليها، وكمان النعناع الخطير بتاعي. مفيش، فكرت برضو. اهي بصوا قد ايه جميله ومنعشه قوي. خلاص انا كده خلصت. بصوا بصوا لونها تحفه، لا وطعمها كمان هيعجبكم جدا. اصل انا بقى عاشقه لسلطات الحمص بالزيت الزيتون كده. انا الله الله، عايزه اقول لكم عايزه ايه. الله. طب انا هاخده وانا ماشيه.